بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. من أفضل الأعمال في ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بأنك تسبح تسبيح فاطمة عليها السلام نيابة عنه، تصلي على محمد وآل محمد 48 مرة، تقرأ سورة القادر 7 مرات، تقرأ سورة الفاتحة مع الإخلاص 3 مرات، الفاتحة مرة، تقرأ دعاء الفرج مرة واحدة. هذا كله تهدي ثوابه لمولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. هذه الأعمال لها أثر كبير في قضاء الحوائج ونيل المراد والمقصود. أعمال بسيطة جدا جدا، جربها ولا تشك في قضاء حاجتك عن طريق كريم أهل البيت عليهم السلام الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. وأيامكم سعيدة. برنامج صباحات الأيام محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.